عندنا اليوم فتح طلبيه من شي ان، جاكيتات شتويه. في شلخ بسيطه هني ها الشلخ الثاني. حطوا براسكم وحسبانكم ان المودلز مالات شي ان يعتبرون اطوال جدا. ابقى قابلني. ايش فيني انا؟ ما نصور يعني؟ بلشوا السكس باكس يطلعون. اوبا، هلو جايز، مساء الخير. حياكم الله في قناتي على اليوتيوب واليوتيوب. معكم محمد دينكو. طبعا يا جماعة مثل ما شفتوا على الغلاف برا، عندنا اليوم فتح طلبية من شي ان، موقع الجميع، الموقع اللي يعتبر من اقوى المواقع حاليا في السوق الالكتروني، الجميع يشتري منه. اليوم خصصنا هالفيديو هذا عساس يكون حق الجاكيتات الطويلة، جاكيتات ماكسي، جاكيتات شتوية، بس تكون طويلة ما تكون نفس الطول اللي انا حاليا لابسة. شوفوا مو كذي، لا يكونوا وايد طوال. فخلونا نبلش، خلينا نشوف الجاكيتات. والجاكيتات مفصولين، يعني كل واحد كان بطلبية معينة، لكن لما جمعتهم عندي في الكبت قلت هالمرة كل ما بأصور فيديو طلبية أفصل لكم إياهم ونسوي ثيم واحد. yeah. خلونا نشوف، وأكيد لا تنسون في كواليس نهاية الفيديو. وهم نسيت أيوة، وفي تقييم. ياب شفيني أنا. خلونا نبلش، بس قبلها خلونا ناخذ انترو فيديو اليوم. اوكي جايز، سو خلونا نبلش باول قطعه. مثل ما تشوفون قاعد تطلع لكم صورها، القطعه بنفسجيه. يمكن الناس دائما والشباب متعودين ان الجاكيتات تكون بالالوان البيسك اللي احنا متعودين عليها، اللي هي اسود، رمادي، بني، بيجي، والابيض ها البعض ياخذ، بعضهم ياخذ مبكر بس مو وايد، لكن انا صراحه عجبني هذا اللون، حسيته شوي مميز بكل امانه. احس ما عندي كذي، يعني عندي اسود، عندي وايد، يعني ليش اروح خلا اخذ كذي؟ بس في شغله ان لما شفته بالصوره، حطوا براسكم وحسبانكم ان المودلز مالت شي ان يعتبرون اطوال جدا، ما شاء الله فوق ال 190 وانا طولي 172، فالجاكيت هذا راح يطلع علي طويل وايد وايد، بس مالنا شغل، الله يخلي الخياط. فمثل ما تشوفون تفاصيله مرتبه، لكن ما يعتبر واو بكل امانه، لان الزراير مبينه جدا عاديه، يعني في شلخ بسيط هني ها الشلخ الثاني. اوكي، او يمكن هو الديزاين كذي وانا ما ادري، يعني يمكن لا هو الديزاين كذي طلع حلو مع سالفه الحزام ماله، الحزام صاير طويل نقدر نخليه طايح طيح طايح طيح. حسيت نفسي كني عاصي الحلاني. ليش اللي برا كذي ازعاج؟ ليش كذي؟ ما نصور ها؟ ما نصور يعني؟ بس المايك شغال؟ ايوه شغال. اوكي. شوفوا الجاكيت من داخل، في تبطينه مرتبه، احسه اذا ظل مبطل احلى مما يكون مسكر. طبعا اكيد دفنتلي انا متاكد اني راح اودي الخياط، وقاعد ابين معاكم شلون انا قاعد البسه، ومبين انه راح اودي الخياط. يا بس هم خلوا ببالكم شغله، ان احنا ضالين على سيستمنا هذا في طلبياتنا، وراح اسوي تقييم بالنهايه حق اكثر قطعه عجبتني واكثر قطعه تعتبر هي الليست فيفورت ما بين القطع كلها. كلون النار، بس كلبس لا اعرف. خلونا نشوف اخر شيء شنو يطلع معانا. انتم ايش رايكم؟ كتبوا لي تحت عجبكم ولا لا. يا خلونا ناخذ القطعه اللي بعده. اوكي جايز، سو القطعه الثانيه مثل ما قاعد تشوفون الوانكم المفضله، نعم، لان انتم ما تحبون البنفسجي فدائما تبون ياخذ اسود والوان انتم تحبونها. ف مثل ما تشوفون اللون البيج سعره قاعد يطلع على الشاشه، طبعا اكيد اسعار شيء مثل ما احنا متعودين مو السعر المعروض، وتاخذون السعر اللي نقدر نقول بعد الديسكاونت والخصم اكيد راح يطلع لكم على الشاشه، ومو تعاون، هذه مجرد مشتريات من عندي.
إذا تعاون أكيد راح أحط لكم رابط القطع تحت، وأي أحد يبي قطعة إذا كانت ستيل موجودة يكلمني على خاص الانستا أو خاص السناب أساس أدز له القطعة ونساعدكم ونعين ونعاون. حلو الجاكيت مثل ما أشوفه كلون، خامته وايد حلوة، يمكن إذا كان في كواليس راح تشوفون الحش اللي صار بيني وبين محسن على بعض القطع يس آخر الفيديو كالمعتاد. حبيته، حسيته إنه وايد إليجنت أكثر من اللي قبله to be honest، و حلو خامته ثقيلة، هذا شتوي شتوي اللي قبله ربيعي وينفع هم شتوي، بس مو الشتاء القارس جدا القارس الذي يقرص الجلود، لا لا لا. حتى شوف بطانته من داخل، في جيب من داخل هني يا اذا الواحد يبي من فوق يرفعه ويخليه كذي. طبعا هذا عليه عيون، عيون كثيرة قاعدة تطالع من ورا الكاميرا وما راح ياخذون منه شيء لما اجربه، ما عجبني اعطيك اياه تشك. شنو تشك؟ افكر عجبني صراحة، وخلنا نشوف التقييم يوصل الى المراتب العليا ولا لا، يمكن باللبس يطلع شيء ما يعجبني. يب خلونا ناخذ القطعة اللي بعده. اوكي جايز، مثل ما تشوفون لون اخر من الالوان اللي تحبونها، واو احنا نحب هالالوان، هذا انتو طبعا. عموما يا جماعة اللون مثل ما تشوفونه بيج، بالصورة لما شفته انصطلت عليه مثل ما انتو قاعد تشوفونه بالصورة واو، لكن الحين بالصج وانا قاعد اشوفه على ممدوح حتى وشفته بالسوق راح اقول لا ما راح اشتري بكل امانة، لكن يمكن ما نظلمه نفس مبدئي انا انه باللبس يتغير. يمكن اساس هم انه مو فت وايد ضعفنا يعني احنا هالفتره. محمد وين فيديو نزول وزن؟ والله ان شاء الله قريبا يا جماعه، اساس الاشاعه حزتها اقدر انا. شوفوا لحظه استنى، للحين ما وصلت حق الجسم اللي انا ابي، بس بلشوا السكس باكس يطلعون، مبينين محسنوا بالكاميرا مبينين، بلشوا السكس باكس يطلعون، فقريبا راح نحط لكم شلون وصلنا الى كذي. ف كاهو الجاكيت شوفوا يب ما ادري راح يبين في اللبس، احس ما ابي اظلمه، احس ما ابي اظلمه. خامته الخامه اللي تنرفز اللي بسرعه تعفس اللي كل ساعه لازم تكونه، اذا قعدتوا بالسياره ما تظلون لابسينه، لازم تشيلونه تشلحونه تفسخونه تحطونه ورا اساس لا يتكرمش ويتكنكر ويصير فيه. بس حبيت سالفة الديتيل بعضهم اللي موجودين هني، هذا من الكوليكشن القديم في شي ان، سالفة الزم اللي عند الايد هني تزمونه اساس يتضيج، بس استل احسه كبير، بس ما ادري راح يبين لما اجربه معاكم في اللبس ويبين بالتقييم النهائي. خلونا ناخذ القطعة اللي بعدها. اوكي جايز، اقدم لكم الدكتور ممدوح. يا جماعة ادري ان كلكم لما تشوفون القطعة معروضة بروحها من غير ما احنا نلبقها يمكن تكون شلون صايرة، تكون ها ما ادري شلون، بس تبين بعدين بوصلات شنو راح البس شنو راح تلبسني، تقدرون تستخدمون هالقطع هذه يمكن احطها مفتاح على يوم باحد الملابس على اساس انتم تشوفون شلون انا اطقم الملابس معاكم. ما عندي جاكيت ابيض ويكون مثلا ماكس او ميد من تحت، فحسيت ان هذا يعتبر يمكن المنشود، لحد الحين انا ما اشوف المنشود، بس ما ادري يمكن لما البسه واخليه مبطل وارفع الكموم عرفتوا يفرق معاي، حتى اذا خليت الكموم لتحت انا اسف ممدوح طلعنا ايده يب، فانا اشوفه لحد الحين شيء مرتب حلو بالنظر هني. خلينا نشوفه في اللبس اذا ينفع او لا، الخامه مو من الخامات اللي انا صراحه احفظها، وهذه الخامه بسرعه تمسك وانتم بكرامه وسخ، وباكر اكيد راح انضغط اذا لبسته بيقولون دكتور، الا اذا عرفت الطقمه عدل مع الوان حلوه تكسر البياض الاوفر نور الايمان اللي فيه نعم. فاحس راح نشوف بالتقييمات بعد ما البس، ترى انا اقيم يا جماعه ترى متى اقيم؟ اقيم بالمونتاج، وانا في المونتاج اشوف نفسي وانا لابسهم هذيك الساعه اقيم لكم، لكن الحين انا ترى مو ببالي شنو اللي واو وشنو اللي لا، بس في بعض الاشياء تخطف النظر، لكن هذا ما خطفش نظري ابدا. خلوني اشوف مع اللبس يبين، انتوا اكتبوا لي تحت في الكومنت
خلونا ناخذ القطعة اللي بعده. اوكي جايز، سو الالوان اللي تحبونها، يس. اللون اللي نقدر نقول الشوكلت، لون البراون، بني، براون، لون الكاكاو. فمثل ما تشوفونه وتشوفونه بالصورة، هم للأسف نفس الخامة. زي محمد، دام أنت معجبك الخامة ليش تطلبه؟ ما أنا قاعد أقرأ الخامة، إن هذه الخامة اللي أنا أحبها شوي تكون فيها ستريتشي، عرفتوا؟ بس ما فيها سباندكس، هذه المشكلة. السباندكس شوي يكون ممط، يعني ما أدري، يعني يمكن يروح الكبت، يمكن أعطيه حق أحد، I don't know يعني. فيبين معنا من داخل متبطن بطانة مرتبة، في جيوب داخلية، لا هذه مو جيوب داخلية وأنا ودي ويهي، هذا مجرد الجيوب الخارجية بس محطوطة بهالشكل، ما حبيت أبدا شلون محطوط كذي، أحس إنه مو متعوب عليه. هذه الجيوب كاهي، يعني حالاته لو هذا شوي كان مخيط هني، بس أكيد ما راح يقدرون يخيطونه لأنه ما في بطانة أساسا من داخل، فراح يخرب على الستريتش اللي برا، وهم يبونه سادة كديزاين. راح يبين معاي في اللبس، لكن أنا كلون أشوفه جميل، بس إذا كذي مكتوط ما أدري، أحس وايد بوق، وايد كبير. ف راح يبين بالتقييم، صدقون ما أدري، يعني أحس الطلبية ما فيها شيء مثلا خلي عيني تشي تزغلل، مع أن ترى كل واحدة مفصولة يعني عن الثانية، لكن أنا بسوي لكم يوم كباك. الفيديو القادم ماشي أن كتبوا لي تحت شنو تبون، هل تبونه مفصول أغراض متنوعة، ولا تبون ستات، ولا تبون جاكيتات، ولا تبون أكسسوارات، أساس نعرف شنو نحط لكم. راح أجربهم أساس يركبون معكم فيديوهات، أو يمكن بيّن وخلاص وما أدري، ما أعرفش. خلنا نشوف التقييم. أوكي جايز، مثل ما شفتوا القطع اللي اليوم بطلناها معاكم وعرضناها من موقع شيئاً، وقاعدين يطلعون على الشاشة قدامكم، هذه أرقامهم. ليش أحط لكم الأرقام؟ إذا كان تعاون يعني تحت محطوطين القطع بالوصف، إذا ما كان تعاون أحط لكم الأرقام أساس أنتوا بالكومنت يسهل عليكم، بدل ما تكون القطع الأولى أو ثالثة تكتبون رقم القطع أساس أعرف ليه قدام، شنو نكثر فيه من الطلبيات حق العرض معاكم، ونساعدكم فيه لمساعدتكم للشراء من شيئاً عبر قناة محمد دييغو، ونوجهكم حق الشراء الصحيح. يس، القطعة اللي قاعد تطلع على الشاشة حاليا تعتبر أحلى قطعة وأفضل قطعة من بين القطع الخمسة اللي عرضتهم، والقطعة اللي قاعد تطلع الحين هذه القطعة تعتبر least favorites، يعني تعتبر المرتبة الأخيرة ما بين القطع كلها. إن شاء الله استمتعتوا معي بهالفيديو هذا يا جماعة، وهم مثل ما قلت لكم كتبوا لي تحت في الكومنت فيديو شيء أنا القادم أو فتح الطلبية القادمة شنو تبونه، هل تبون اكسسوارات، ولا تبون بنطلونات، ولا تبون جاكيتات، ولا تبون ملابس شفافة، عندي وايد ما عرضتهم بما أن الجسم تعدل. وبس that's it. أتمنى عجبكم فيديو اليوم، لا تنسون يا جماعة دعمكم يفيدنا في القناة. Thank you so much. كان معكم محمد دييغو. Much love and respect. Wow. هذه بوسة لكل شخص يحب فيديوهات الطلبيات. بوبوي. 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 الحين أنا أقرب عند الكاميرا بدال الزوم. أنا الحين أدري هالتعليقات كلها الحين تحت يوم بيعلقون على هالبلوزة هذه. ليش؟ ليش البلوزة كبيرة؟ ليه؟ أوكي. صدق. من زمان ما دحرت في الكومنتات. No problem. See you يا جماعة. ليش؟ ليش البلوزة كده؟ ليش البلوزة كذي؟ ليش البلوزة هيك؟ كيف؟ See you يا جماعة. Bye bye. لا تدحروني خلاص يا جماعة، والله وخرت من المداحر، أنا من زمان من زمان ما قاعد أسوي فيديوهات أداحر فيها الناس، لا تردوني لسابق عهدي إنه بس أطلع بالفيديو بدل ما نصور فيديو أقعد أنا، واللي يكتبون بالكومنت واللي يقولون في الكومنت يكتبون اللي يكتبونه، ما همنيش، ما همني. سي يا جماعة، باي باي. ولا أنت ولا أنا بنفوز، راح يفوز فيها تدري منو؟ كومار كومار شمس الدين عبد المطلب راح يفوز فيها. خلينا جبت اخوي هذا شمس الدين، هذا خلاص اكيد بعدين لما اجربه ادري انه راح يروح على الخياط.
تدري شنو قاعد يصير بمخي الحين؟ يا ليلى دانا لدانا، يا ليلى دانا لدانا. الايقاع حلو، حلو معلقه بمخي الاغنيه، ان شاء الله يطلع حلو لانه كنا سيستر صح؟ الدكتور شرقان تذكره؟ صح. افكر محسن، افكر. تبي تبوق انت تودي الخياط، انا شكو. لا ودي الخياط بعدين ابوق. والله حليو. هيا يا ممدوح، ممدوح عنده شامه. شوف بس شا اي بس شامه شنو هذه؟ وخربته، خربته. قشرتك يا ممدوح، انا اسف. مسكين مطقوق طق. ابي افوز بالدانا يا ليلى دانا لدانا. انا افوز بالدانا ان شاء الله. لو نام عينيك ولا فز في الدانا يا ليلى دانا لدانا.